عايز أسألك سؤال، شايفة بشرتك فين بعد 10 سنين؟ حاسة ان هي فعلا بعد 10 سنين هيبان عليها ان هي كبرت 10 سنين، ولا بسبب الروتين بتاعك ممكن 3 4 5؟ بصي يا شيرين، هو كلنا هنكبر، وان احنا بنكبر دي حاجة عادية جدا. يعني احنا المجتمع بيبص ايه ده، بصي كبرت ازاي، كلنا بنكبر. حضرتك مثلا معفي من الكبر، حضرتك هتكبر معانا على فكرة، مفيش اي حاجة. كلنا هنكبر، احنا هنحاول نعمله بس ان احنا يبقى احلى شكل لينا واحنا بنكبر. وده مش هيجي غير بعنايه، مش هيجي بان انا مره واحده اروح اعمل جهاز، مش هيجي بان انا مره واحده اروح اعمل فيلر، لا صح. ان انا كل يوم يبقى عندي وقت لوشي ووقت لنفسي. صح، ده صح. هكبر وانا ماسكه نفسي باحسن شكل ليا، ويبقى شكلي اصغر من الناس اللي حواليا شويه. صح، برافو عليك. ايه رايك في البوتوكس والفيلرز؟ انا رايي ان اي حد في حاجه بتسعده يعملها. يعني البوتوكس والفيلر هيساعدك، اعملي بس الواجب ان انت تدوري كويس على دكتور ما يغيرش شكلك. هي دي، برافو عليكي. دلوقتي في مع الاسف ناس هي اللي بتطلب ده من الدكتور، كبر لي مش عارفه شفايفي ازاي، انفخ لي خدود. ليه يا حبيبتي ليه؟ احنا بس بنظبط بس السن، بنظبط التجاعيد، بنظبط الحاجات دي. بس في ناس مع الاسف بياخدوا الموضوع في ليفل تاني، وطبعا في ناس تانيه مع الاسف بتقع تحت ايدين دكاتره مش متخصصه في الحته دي، فطبعا بتبقى مشكله تانيه خالص يعني.